السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم بألف خير. النهاردة معانا عروض عيد الأم. بصوا البرواز الجميل قوي 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 ده، شكله تحفة في الحقيقة بجد وحلو قوي، ب160 جنيه. الاطباق اللومينارك ب25 جنيه، حلوة قوي بجد وتستاهل سعرها. الازاز بتاعها تحفة ويعني جميلة ما شاء الله. وفي بولات برضو ب20 جنيه، اللي هي البولات ديت ب20 جنيه، وبجد جميلة جدا جدا، يعني تحفة حلوة جدا وتستاهل سعرها. ممكن تبقى هدية لعيد الأم حلوة قوي. في البرطمانات ديت إزاز، 3 برطمانات إزاز كبيرة ما شاء الله حلوة، وفي منها غطيان ألوان وحلوة قوي وجميلة جدا ب20 جنيه. برضو لو عايزة تجيبي هدية لعيد الأم، رنين فيها هدايا كتير جدا جدا. دي الحاجات بس اللي قدرت ان انا اصورها. بصوا الطاسة ديت حلوة قوي وجميلة جدا، شكلها حلو ب130 جنيه، تنفع في حاجات كتير وغويطة، وممكن تنفع للآلية. الطاسة ديت بقى جميلة جدا برضو، ومعاها اللي هو المصفى ديت ب100 جنيه، وحلوة قوي. ودي على فكرة تروفال ودي نوفال. بصوا ديت 1 2 3 4 2 4، ديت من نوفال برضو، 4 4 صواني. بصوا بكام؟ ب179 جنيه، يعني العرض جميل جدا. دي طاسة للآلية غويطة جرانيت ب120 جنيه أعتقد، وفي منها ألوان وأشكال كتير وجميلة قوي. دي سيراميك برضو بنفس السعر، وفي برضو اللي هي بمصفى تنفع للآلية وحلوة قوي وجميلة، في أشكال وألوان. يعني هتروحي هناك دي ب123، هتحتاري تجيبي هدية ايه. ولو انت عروسة استغلي فرصة العروض ديت. بصوا طقم الكاسات دوت ب169 جنيه، في كذا حجم من الكاسات، ده بقى ب50 جنيه وجميل جدا على فكرة، بيبقى شكله شيك قوي. بصوا بقى الشفشق دوت، رمضان داخل علينا وطبعا بنحتاج من الحاجات دي كتير. بصوا اهو ده ب36، جميل قوي وشكله شيك قوي وبيبقى حلو قوي، في منه كذا لون. يعني لو انت عايزة تجيبي هدية بسيطة لعيد الام، او لو عروسة بتجهزي، هتروحي الازاز ده غالي ب180 جنيه، مش عارفة ممكن يكون ازاز حلو. يعني الازايز ديت ب35 جنيه، وشكلها شيك قوي، يعني هم بيقولوا عليها ازايز تركي علشان الوانها وكده، بس هي شكلها جميل قوي. اهوت ب30 جنيه وحلو قوي قوي. زي ما بقولك لو عايزة تجيبي هدية لعيد الام، الموضوع هيبقى سهل جدا، ان انت تروحي تجيبي من هناك. عروسة بتجهزي هتجيبي حاجات بأسعار حلوة. الدوارة بتاعت التوابل دي جميلة قوي، خشب، هيت ب225 جنيه، فيها 16 قطعة، والغطا ستانلس مش بلاستيك، عشان فيه بيبقى غطاها بلاستيك بتبقى مش حلوة. هيت جميلة قوي، فيها 16 قطعة زي ما بقولك. في الطقم اللي هو بتاع الكاسات دوت، في 1 2 3 4 5، 5 أنواع من الكاسات، في 30 قطعة ب692 جنيه. بيبقى جميل قوي على فكرة يا جماعة، وحلو بينفع في كل حاجة. هتلاقي مية، كوباية شاي، كاسات، بيبقى حلو. في الدوارة بتاعت التوابل دي شكلها شيك قوي وحلو قوي، استلس برضو ب199 جنيه. الجوانتي دوت بتاع غسيل المواعين حلو قوي قوي، وب20 جنيه، جميل قوي بيبقى حلو. يعني البولة ديت فيها 3 قطع، والقطعة الكبيرة ب20 جنيه وحلوة قوي، ب36 جنيه، معلش. وبتاعة المناديل دي شكلها شيك قوي، وفي منها كذا لون، في اللون اللي هو النحاسي دوت، وفي اللون الذهبي، وفي اللون الفضي، ب20 جنيه، وشكلها جميل جدا. هي بلاستيك على فكرة بس حلوة قوي. يعني بصوا اللون النحاسي منها جميل جدا، وفي ذهبي وفي فضي، جميلة ما شاء الله، ب20 جنيه بس. ازازة المية ديت مكتوب عليها ازازة مية رياضية، البلاستيك بتاعها صحي، ب20 جنيه، هي صغيرة بس جميلة على فكرة. يعني هي لو بلاستيك صحي فعلا هتبقى حلوة.
في الكرسي بتاع الاطفال دوت ب20 جنيه وشكله حلو قوي. الطقم بتاع العروسه دوت بتاع الحمام سبت غسيل، والكرسي بتاع الحمام والبانيو بتاع الاطفال كل حاجه عامل حوالي، هقول لكم السعر دلوقتي، هو كان عامل بين 400 جنيه. ديت الشنطه الحراريه اللي بتحط فيها علبة الأكل عشان يفضل الأكل سخن ب20 جنيه، حلوة قوي على فكرة، ماما عندها واحدة زيها بتنفع يعني. في البولات ديت 3 بولات بالغطا بتاعهم ب20 جنيه، حلوين قوي برضو. فالحاجات دي بتنفع لو عروسة بتجهزي عيد الأم، عايزة تجددي مطبخك، استغلي العروض ديت. في الدوارة ديت منزلينها بسعرين، بس هي نفس الدوارة، والدرق بتاع المية دوت بيشيل 60 لتر اهوت ب230 جنيه. مش عارفة ليه صراحة غالي كده. كل سنة بقى وكل الأمهات طيبين. وعلى فكرة الحاجات اللي في رنين يعني خامتها حلوة، مش وحشة قوي. بصوا الرول دوت ب154 جنيه، وفي 20 متر لو عروسة بقى بتجهزي او عايزة تجددي المطبخ بتاعك. الرول ده حلو قوي، في منه اشكال كتير، بيتغسل ومتين على فكرة وحلو. وعشرين لتر متر هيقضوكي. الكنكة ديت الدهان ب116، حلوة قوي. البراد دوت ب203، ماركة الدهان برضو. الدوارة بتاعت التوابل ديت استلس وجميلة قوي، فيها 3 قطع، حلوة قوي، شكلها شيك وشكلها جميل. البايركس يا جماعة برضو حلو قوي، بيستخدم في المطبخ، بيبقى جميل جدا. في دوت اللي هو البيضاوي او المربع والمدور. الطقم بتاع التوابل دوت جميل قوي قوي قوي، وب167، هما 3 قطع بس وستاند، بس شكله شيك قوي يعني، برضو اللي هما بيقولوا عليه تركي عشان الالوان وكده. وفي الطقم بتاع التوابل دوت ب168، ودوت غالي برضو ب430، بس صيني وجميل قوي، شكله شيك قوي. رجعنا تاني للبايركس، ده طقم بايركس بيضاوي بغطا، القطعة الواحدة بس ب225. الطقم بتاع السمك دوت تحفة تحفة تحفة، عرض هايل يعني. بصوا طبق كبير و6 اطباق صغيرين، بس مش صغيرين قوي، يشيلوا حبة رز وسمكة ب60 جنيه، يعني حلو قوي. بصوا ب59 جنيه، جميل جدا، طقم هايل يعني. لو انت مش عندك طقم السمك روحي استغلي العرض دوت، حلو قوي، رخيص جدا وشكله شيك قوي، والازاز بتاعه حلو يعني، الازاز بتاعه حلو جميل. طقم البايركس دوت 3 قطع مدورين، وفي منهم مربعين ب299 جنيه، مكتوب عليه فرنساوي، وهو شكله حلو صراحة، اللي هو ده المربع ودوت المدور. ديت شموع للناس اللي هي عايزة تعمل زينة في البيت وكده، الأربعة ب30 جنيه. وديت الاشكال ديت بتنور، في ناس بتجيبها كده تحطها في المكتبة، بيتحط لها حجاير من ورا وبتنور ب50 جنيه، اي شكل ب50 جنيه، لما بتنور بتبقى جميلة قوي على فكرة. وفي ديت الزهريات الصغيرة ديت ب17، والكاس دوت ب35، اللي هو الكاس اللي في ايدي دوت جميل جدا، والورد بتاعه شكله حلو على فكرة، وبصوا ب35 اهوت. وفي منه الوان كتير قوي، الوانه جميلة قوي مبهجة، ممكن تحطيها في المطبخ بتاعك، تحطيها على التسريحة. ديت ب35 بس كبيرة، ب30 بس كبيرة وحلوة. الفوزة اللي جاية ديت برضو ب20 جنيه، مش عارفة استخداماتها، ممكن تجيبيها وتحطي انت فيها ورد، هي ب20 جنيه. اشكال الورد جميلة قوي ومبهجة جدا، تستخدم في البيت بتبقى حلوة. البتاعة دي حلوة قوي ب26 جنيه، بتحطيها ورا باب الشقة بتاعتك وبتعلقي فيها المفاتيح، فيها 3 قطع ان انت تعلقي فيهم. بس ما شاء الله على فكرة يا جماعة،
بتنفع جدا. انا معلقه عندي واحده، اول ما بخش من باب البيت بروح معلقه المفاتيح، المفاتيح ما بتضيعش خالص، هي ب26 جنيه، وفي منها اشكال وجميله قوي. الصينيه ديت هاند ميد، شكلها جميل يعني، اعتقد ان هي صينيه وبعد كده معموله بالكروشيه، حلوه قوي، هي ب95 جنيه. العرض ده حلو قوي قوي قوي، ساعة وبرواز ومراية ب76 جنيه، يعني بصوا ما فيش أرخص من كده. ودوت ساعة برضو وبرواز ومراية ب145 جنيه، شكلهم حلو قوي قوي، يعني دي هدايا برضو رخيصة وشكلها حلو، والملايات ديت قماشتها إلى حد ما حلوة مش وحشة، ب75 جنيه. للي عايزة برضو تجدد في بيتها وجدد ملايات وتستنوا معانا، معانا مفارش بجد حلوة قوي قوي وسعرها جميل جدا، مفارش للسفرة ومفارش بصوا ده مفرش صغير، مش صغير قوي يعني، ب145 جنيه، ده مفرش سفرة وشكله شيك قوي، دانتيل ب210، مفرش سفرة حلو قوي بجد وشكله شيك قوي، يعني ما شاء الله شيك جدا. والمفرش ده تحسيه برضو ابن ناس وحلو قوي قوي، جميل جدا، ب260 اعتقد. المفرش دوت اعتقد ان هو هندي ب560 اهوت. الصراحة ما بحبش الاشكال دي قوي، بس برضو اكيد كل حاجة وليها ذوقها يعني. اهو دوت المفرش بتاع التسريحة ب95 جنيه، جميل قوي قوي، مفرش اللي هو بتاع التسريحة دوت ب45 جنيه، برضو مفرشين ومفرش كبير للتسريحة، ده ب145 جنيه، وما شاء الله جميل قوي بجد، ده شكله عاجبني جدا، الفصوص اللي فيه حلوة كده وجميل. دوت اللي هو الهندي او مش عارفة، اعتقد هو شكله هندي. ودوت الجبلان ب126 جنيه، مفارش جميلة قوي وعروض حلوة قوي. دي حاجات بس بسيطة من اللي انا صورتها، لكن المحل فيه حاجات كتير قوي. البرواز دوت ب130 جنيه، واللي فات برضو كان ب130، حلو قوي قوي يعني. معانا بقى اللي جاي الكبرتاية ديت ب160 جنيه، بس صراحة خامتها مش قد كده خالص، يعني مش حلوة خامتها مش حلوة، بس ب160 جنيه. معانا بقى المفارش بتاعة الحمام ب120 جنيه، وجميلة قوي، بس انا صراحة ما بحبس ان حد يجيب اللي هي الشعر ديت، عشان بتنام على طول وبيبقى شكلها مش حلو. في ديت شكل جديد قوي من سيرانا، حلوة قوي، تحس ان هي جلد كده، والاشكال بتاعتها 3D كده وشكلها شيك قوي. بصوا اهيت، جميلة قوي، مفارش للحمام. وفي مفارش لأوضة النوم، قطع كده بس صغيرة، هي عربيات وعرايس وميني، جميلة قوي. في ديت ب205، مفرشين كبير كده، هو واحد بس وعليه واحد صغير، عليه مشاية ب205،